السلام عليكم. المقطع هذا راح يكون حق اللي هو ملف مهم ومفيد جدا حق صاحب أي موقع ويتناسونه أغلب أصحاب المواقع. راح أبين لكم أهميته اللي هو ملف robots.txt، وهو ملف بسيط أو يعني صيغته txt مفيد ومهم جدا، وأصلا جوجل ينصح في وضعه في الموقع. الغرض من الملف هذا أن تخبر محركات البحث، طبعا نتكلم عن محركات البحث، هو اهم محرك بحث جوجل، انه يرشف لك الشغله الفلانيه وما يرشف لك الشغله الفلانيه، يعني بناء على طلب منك انت. هذا محتوى الملف اللي عندي انا حاطه، اللي هو دائما يكون رابط طبعا في الروت مال الموقع، يعني يكون الدومين داخل البابليك اتش تي ام ال، يكون امتداده بعد اللي هو على طول دومين سلاش robots.txt. انا طبعا ارشف ما مانع ارشفت الشغلات هذه، وسامح انه يرشف لي شيء ثاني اللي هو هذا الامر دس الاو عدم سماح، والامر الاو طبعا سماح. تقدر طبعا نضيف اللي هو من ضمن الملف هذا اللي هو رابط السايت ماب الخاص فيك، وتسمح حق عناكب معينه وعناكب لا وكذا. الحين راح اقول لكم شلون طريقه. اللي ما يعرف يسوي اللي هو الملف هذا، جوجل ويب ماستر تول موفر لك شغلات. طبعا راح لما تدش على صفحة الجوجل ويب ماستر تول راح تلقى اللي هو عندك الروابط اللي تم رفضها من ملف robots.txt اللي انا عندي 46 رابط، وهذا ما راح يبين لك بنفس اللحظة اول ما ترفع الملف، بعد كم يوم بعد ما يدش جوجل موقعك يبين عندك ني بالصفحة هذه. تختار منه القائمة اللي على اليسار، انا طبعا انجليزي، اذا بالعربي راح يكون على اليمين. تختار له التولز او بالعربي الادوات، بعدين تختار له جنريت robots.txt. بديهيا جوجل راح يعطيك اول امر اللي هو يوزر ايجنت، بعدين النجمة هذه ترمز الى جميع محركات البحث، يعني جوجل، ام اس ان، ياهو، اليكسا، جميع انواع محركات البحث يرمز لها في النجمة هذه. طيب اوكي، شنو اللي راح اسوي؟ اول شيء دش على موقعك نفسه، انت شو تشوف الشغلات اللي مو تحس انها مش مفيدة لك وتظهر في محركات البحث؟ بديهيا الشغلات اللي تعتبر محتوى مكرر، يعني هذه الصفحة الرئيسية للموقع عندي مثلا، لا هذه البيجز عفوا، تختار اللي هو البيجز، لان البيجز دائما يكون في محتوى مكرر بدون فايدة لك. انت تفضل انك بس انك يرشف لك الموضوع نفسه، يكون الموضوع مع الوصف مع الكلمات الدالة خاصة فيه من غير اي شيء ثاني، فما له حاجة انه يرشف لك اللي هو بيج نمبر 2 بدون اي وصف بدون اي شيء، بس مجرد بيج نمبر 2. وكذلك اللي هو الاقسام مثل المنوعات، راح يكون له كاتيجوريز. احنا الحين نرجع حق اللي هو البيج اول مرة، واحد واحد واحدة واحدة. اذا تبي عدم يرشف، يعني عفوا اذا ما تبي ارشف لك اي رابط يكون فيه بيج بعدين وراء اي شيء ثاني، فقط انك تنسخ البيجز بهذه الطريقة، يعني يكون كأنه فولدر كنترول كوبي، وتروح حق اللي هو نيو جوجل ويب ماستر، تضع الامر بهذا الشكل، تختار من عندني الروبوت all robots جميع محركات البحث او عناكب محركات البحث، وبعدين تختار الامر اللي هو بلوك، تضغط بعدين كلمة اد، راح تشوف هنا عندك عطاك الامر disallow page، راح يكون اي رابط فيه بيج مثلا بيج 2 بيج 3 بيج 4، خلينا نقول مثلا 4، نضغط انتر. ما اعتقد انه فيه، لا انا كاتب انجليزي عفوا، 4 خلينا نقول 3، يلا هذا بيج 3. انت لو تلاحظ ليش انا قاعد ارفض ان هذا يرشف لي البيج 4 بيج، يعني الصفحات لما تفتح السورس او اللي هو محتوى الصفحه راح تلقى انه بدون اي وصف بدون اي كلمات داله، فقط رابط الصفحه. فشو راح يطلع عندك اللي هو بناتج محركات بحث؟ راح يطلع عندك اللي هو اسم الموقع، بعدين رقم الصفحة، وراح ياخذ لك اي كلمة موجودة في الموقع، يعني لنفرض راح ياخذ لك كويت انفو،
راح ياخذ مثلا اي كلمه مجرد هنا يحط لك اياها من ضمن البحث اللي في جوجل، وبالتالي راح يعتبر محتوى مكرر. يعني راح يكون نفس الوصف هذا نفسه موجود في الموضوع نفسه، نفس يعني الصفحتين على نفس الوصف ونفس اسم الصفحه يعني. وكذلك الحين تروح حق له المواضيع او المنوعات، يعني اللي هو عفوا الاقسام، تروح حق له نفس الشيء، تاخذ الرابط مال الكاتيجوري. انا قاعد اسوي لكم اشارات على مدونه، تقدر تسوي انت على اي نوع من انواع المواقع. تضع هنا ايضا اد رول، تختار all robots جميع محركات والاكشن بلوك، وتقول له اد. راح تشوف اضاف لك امر ثاني هنا disallow categories، وهكذا. تبي مثل ما يرشف لك مثلا صفحه الدخول، تسوي properties، تاخذ له الرابط ماله بس مجرد بهذا الشكل كوبي، تروح حق اللي هو الاد رول، تضغط كنترول في الاكشن، عفوا جميع الروابط او جميع محركات البحث والاكشن بلوك، وتسوي له اد. راح تشوف اضاف لك اللي هو الامر تحت هنا، وهكذا. انت تشوف شنو الشغلات اللي تحس انها مش مفيده في ظهورها في محركات البحث وتلغيها. طبعا لا، مستحيل لا تلغي اللي هو المواضيع، يعني بس اللي هو على شغلات تحس انها مش ضروريه ولا مهمه. في صفحات مثلا ما تبي يرشف لك صفحه تسجيل، يعني بس تبي مسجل يرشف لك الرئيسيه، ما يسجل لك اللي هو الصفحه، تاخذ له رابط الصفحه اللي هو ريجست هكذا كوبي، تروح اقول له اد رول، تضع الرابط ماله جميع محركات البحث، نقول له بلوك واد، راح تلقاه بديهيا نحط لك اياها مره ثانيه، وهكذا تكمل لين تحط الاوامر الخاصه فيك. ولازم تتاكد بعد الاوامر الدس الاو، لازم يكون الامر الاو هذا، لا تمسح دير بالك، لان بعد ما تخلص له دس الاو لازم يكون في امر الاو، ابدا يا جوجل او ابدا يا محرك بحث في ارشفت بقيه الموقع الا هالشغلات اللي انت حطيتهم هنا، وتضغط داونلود. راح ينزل عندك الملف بصيغه تي اكس تي، وقلنا راح يصير وتضعه عن طريق الاف تي بي كما بهذه الطريقه او بهذا الشكل داخل الروت اللي هو داخل بابليك اتش تي ام ال فقط، وراح اوتوماتيكيا جوجل راح يتعرف عليه. اذا شلون انت بتتاكد انك تعرف عليه؟ دوس على كلمه نفس التول analyze robots dot txt، راح تشوفه هنا عندك، طلع اللي هو نفس المحتوى اللي عندي هنا اوتوماتيكيا، راح يطلع عندني جوجل وراح يعطيك اذا كان تسوي تشيك، طبعا تاكد ان هل هو يعني مسموح لجوجل نفسه يدخل على الموقع ولا مش مسموح. راح يطلع لك اللي هو بالضوء الاخضر جوجل بوت، هذا اهم شيء احنا نبي اللي هو الجوجل نفسه، الاو يعني انه سامحي له عن طريق اللي هو الامر الاو اللي قلت لك هني تحت بعد نهايه الدس الاو، راح تلقى اللي هو الاو هذه، لازم يكون موجود الامر هذا بحيث انه يكون سامحين لجوجل يدخل الموقع. طبعا جوجل يقول لك انه في حاله انك ما تعرف حق الملف هذا لا تحطه، يعني مش بالضرورة، بس يفضل انك تضعه لان تمسح شغلات اللي ما تطلع من ظهور اللي ما تفيدك يعني. فانا انصح جدا فيه، وتقدر تقرأ عن مقالات كثيرة على الانترنت، بس مجرد تكتب في بحث جوجل robots.txt وراح تلقى ان شاء الله مقالات وتفيدك يعني الشغلات هذه فيك في موقعك. للعلم هذه الشغلات تعتبر من السيو او سيرش انجن اوبتمايزر، طريقه التعامل مع ملف مع محركات البحث لاظهار موقعك في احسن طريقه واحسن شكل للشخص اللي يبحث في جوجل، يعني تركيز على مواضيع فقط من غير الاقسام. وهذه الشغله يجهلها الكثير من الاخوان اصحاب مواقع، واتمنى يفيدكم المقطع هذا وفي دروس اخرى ان شاء الله. في أمان الله.